شيء رح اعملها بفخده اللحم. تتبيله الفخد حطيت ثوم ولبن وصلصه طماطم والبهارات اللي بتحبوها، هي اكثر خلطه كتير طيبه لفخده اللحم. وبتحطوا بعدين زعفران وماء ورد على الوجه بعد ما تبلوها، واهم شيء نغطيها بورق الزبده كتير منيح والسيلفر، وبتحطوها بالفرن 4 ساعات. وهلا رح اعمل الكبسه. بقلب البصل والثوم والزنجبيل، وبعدين بحط البهارات الصحيحه وبتقلبوهم منيح. بتحطوا الفليفله الحمراء وبتحطوا البهارات اللي انتم بتحبوها. انا حطيت بهار كبسه وكركم. بعدين بتحطوا طماطم فريش وصلصه طماطم، وبحط الرز المغسول عليها وبحط المي وبغطيهم ليجهزوا. الريحه كتير زاكيه. بتحطوا عليها مكسرات وكاجو وزبيب واللحمه. وهلا رح نجهز لسفره الافطار. منى محتار. ماما اعمل الوصفه اللي شفناها على التيك توك. اوكي رح اعمل لك اياها. حطيت ثوم وبندوره وبصل وفلفل حار لونه احمر، وبتحطوا كتير ريحان. هاي شوربه بندوره كتير طيبه. بدي اكتر سبايسي. منى مو منيح لك السبايسي. رح احط زيت زيتون، واكيد رح احط ملح وفلفل اسود، وبتغطوا عليها من غير ولا شيء. بعدين لما تستوي بتطلعوا الثوم، وبعدين بتحطوا مرقه الدجاج وقشطه جوز الهند او كريمه جوز الهند، وبتحطوا زياده ريحان وزيت زيتون وكمان فلفل، وبتخلطوها بالخلاط. هذا الفيديو برعايه يو ام ار. لدعم المستشفيات والطوارئ في فلسطين زور الموقع، اللينك في البايو. ماما اعملي سلطه. ماما وصفاتك بتشهي. يا رب تفوزي في المسابقة. بس بدي دعم متابعيني صوتولي بالمسابقة اللي عملها تطبيق يسر. وكمان انتو اذا عندكم محتوى وبدكم تشاركوا بمسابقة اجمل محتوى، فيكم تشتركوا بالمسابقة وتربحوا انصات ذهب. ولو انت مشاهد مش صانع محتوى، كمان فيك تطلع فلوس من التطبيق بمجرد انكم تشوفوا الاعلانات والفيديوهات الموجودة، تتحول ليسر كوينز وفيكم تحولوها لفلوس، او كمان ممكن تشتريوا من المنتجات الموجودة. وكمان شاركوا التطبيق مع الناس باستعمال الكود تبعكم لتجمعوا يسر كوينز. اشتركوا بالتطبيق واستعمل الكود تبعي. ماما اعملي كيكة. ماما عزمت كل صحباتي على الافطار. امتى يا منى؟ ليه ما حكيتي لي قبل؟ احسن شيء اعمل ماك اند تشيز بسرعه. اول شيء رح اسلق الباستا، وبعدين رح اجهز الخليط. رح احتاج كريمه الطبخ من بوك، بتعطي نكهه كريميه كتير طيبه، وجبنه كريميه وبودره ثوم وبصل وبابريكا وفلفل اسود وملح. بحركهم مع بعض وبتركهم على جنب. وهلا بحط الزبده مع البصل والثوم والطحين، شويه طحين، وبعدين بضيف الخليط الاول اللي عملناه. موتزاريلا تشيز من بوك بتضيف للخليط قوام كتير طيب، وضفت شيدر، بعدين بضيف الباستا. يامي سالي كتير بتحبها. لسه يا منى ما خلصت. رح ازيد موتزاريلا تشيز من بوك بين الطبقات. هاي اطيب طبق مقبلات لرمضان، وبحطها بالفرن وهيك بتكون جاهزة. يلا يا منى روحي اعمل السفرة. لا تعبانة انا صايمة. ماما عزمت كل صحباتي على الافطار. امتى يا منى؟ ليه ما حكيت؟ ماما اعملي لي. ماما بدي موز بس الموز خربان. لا يا منى الموز مش خربان. طب خلص بدي اعمل لك اطيب سموثي واحط عليه افوكادو كمان. لا بدي موز جديد من البقالة. هلا بتشوفي، وهي السموثي بيزبط للسحور. حطيت معهم زبدة فول سوداني، فستق حلبي وعسل وحليب وثلج، وهلا بخلطهم بالخلاط. فيكم تجهزوه قبل الافطار وفيكم تاخذوه على السحور. وما تنسوا تدعموا حملة يو ام ار باستا بليت، اللينك في. ماما اعملي لنا اشي نشربون بالريقنا هالافطار. رح اعمل لكم مشروب رمضاني كتير طيب. حطيت التوت والليمون الاخضر، بعدين بحط شراب القيقب والنعنع وبحطهم مع بعض. وهلا بجيب الابريق. واو شكله كتير زاكي. بعدني ما خلصت. بتحطوا اي مشروب بتحبوا. انا حطيت سبرايت وعصير توتي مشكل، وكمان حطيت مياه غازيه بالليمون. بعدين بتحطوا التلج وهيك بيكون جاهز. طيب ماما شو طبختي على الافطار؟ عملت لكم اليوم برجر لحم وبطاطا وشربة ذرة، وعملت كمان تبولة. وهيك رح اجهز للافطار، وهي اطيب عصير تشربوه مع الافطار. ماما اعملي لنا ايش؟ ماما اعملي لي الكيك اللي بتعمله خالته شهرزاد. هالمرة مش انا اللي رح اعمل لك، مين رح يعمل لك؟ خالته شهرزاد. واخيرا رح ندوق الكيك والمكرونة اللي بتعمله شهرزاد، وهنقول لكم شو رأينا. يمي مكرون. هاي المكرونة اللي دايما بنشوفه بالفيديوز، وهلأ منى رح تدوق وتقولنا شو رأيها بالكيك. شو رأيك يا منى؟ كتير زاكي المكرون، أزكى شي. رح أخده كله لإلي ولا حدا رح يمسك. وكمان شوفي ما أحلى الكيك، وحطت عليه اسمي وحطت لوني المفضل كمان البيربل.
Thank you شهرزاد, we love you. ماما اعملي لي ماما شو الاكل اليوم؟ اكل مبارح. لا ممكن تقلي بطاطا. اوكي رح اعمل لك جنب الاكل بطاطا حلوه بالاير فراير صحيه وكتير طيبه. رح اعمل التوابل اول شي، رح احط بودره بصل وفلفل وبودره ثوم وزعتر وملح، وبعدين بحطهم بالاير فراير البطاطا بعد ما قطعتها، برش عليهم زيت زيتون والبهارات اللي عملتها. يمي شكلها بيشهي. وللصوص رح احط مايونيز وكاتشب، وهلا رح نستنى الاذان. جعانه. ماما شو الاكل اليوم؟ ماما شو رح تعملي على السحور اليوم؟ دايماً منتحير شو بدنا نتسحر يا منى. هاي الوصفة كتير سهلة وسريعة التحضير وكتير طيبة. واو شو الوصفة؟ أول شي رح أقلب السبانخ بالملح وزيت الزيتون، وبعدين بحطهم بصحون للفرن وبعمل فتحة بالنص وبحط البيضة. واو. بحط شوية ملح، بعدين بحط الثوم اللي أول شي قطعته، وهلأ بجيب الكريم تشيز من فوق، بحط 3 معالق، بحط معهم كريم الطبخ وبحركهم مع بعض وبضيفهم فوق الخليط. رح تعطيها نكهة كريمية كتير طيبة. وبجيب مكعبات جبنة فوق وبحطهم فوقها، فيها فيتامين A و D وكتير مفيدة لإلك يا منى. وأكيد بحطهم على الفرن ليستوي البيض، وهيك بكون جاهز. وهلأ بحط معهم خبز أطيب شي معه، فيكم تخلوا البيض نص استوى مثل ما بتحبوا. يمي أطيب سحور، لازم تجربوها. ماما شو رح تعملي على ماما اعملي لي امحلي اللي شفناها في التيك توك. اوكي، وانا كتير نفسي اجربها. حطيت البسكويت اللي انشهر على التيك توك مع الحليب، وبعدين لما يدوبه شو بحط؟ حليب مكثف محلى، بعدين بحط القشطة على الوجه، واخر شي بحط فستق حلبي. صح، برافو منى. وهي الامحلي بتكون جاهزة كتير سهلة وكتير سريعة. ماما اعملي لي امحلي اللي شفناها في التيك توك. اوكي، وانا كتير نفسي اجربها. حطيت البسكويت اللي انشهر على التيك توك. ماما تالين وسالي رح يجوا عنا على الافطار. رح اعمل لكم دجاج محشي بتتبيله بتشهي. لتتبيله الدجاج حطيت ثوم وخردل وصلصه طماطم وكتير ليمون وزيت زيتون والبهارات اللي رح استعملها بودره ثوم وبصل وملح وقرفه وفلفل اسود وبابريكا وزعتر. حطوا كتير زعتر بيعطي نكهة طيبة. وبتحركوا الصلصة وبتحطوها فوق الدجاج، بتبلوها كتير منيح من جوا ومن برا. سالي كتير بتحب الدجاج المحشي. حشيتهم بالرز وبخبطيهم بورق الزبدة والقصدير على الفرن. وهلأ رح أعمل الفريكة. تالين بتموت على الفريكة. لهيك بدي أعملها. حطيت بصل وزيت زيتون مع الفريكة وملح وفلفل أسود وبحركهم مع بعض، بحط عليهم المي وبغطي عليهم، وبجيب قالب الكيك بحط مكسرات تحت، بعدين الرز اللي طبخته والفريكة اللي جهزت بتصير مثل القالب. وإجوا تالين وسالي عنا، وهيهم قاعدوا بنستنى الأذان يقدم. وما تنسوا تدعموا حملة UMR باستا بليت.